بابا بابا سلحفتي عندك يا بابا. ايوه يا طمطم يا حبيبتي، هنا اهي. حبيبتي يا سلحفتي دي مش سريعه خالص يا طمطم، فين وفين لما قعدت تحاول ووصلت لعند الكرسي عندي هنا. بس طيوبه خالص يا بابا، انا بفكر في حاجه يا بابا. اتفضلي قولي يا حبيبتي، بتفكري في ايه؟ بفكر اسميها اسم بس مش عارفه اسميها ايه. فعلا يا طمطم، انت لسه ما سميتيهاش لحد دلوقتي؟ لا. طب ايه رايك في كوكي؟ ايه ده يا بابا، ده اسم تقيل قوي. تقيل قوي كوكي؟ انا بتهيالي ده اسم فرخه. ممكن. طيب يا بابا ممكن نسميها ايه؟ ممكن اسميها جانا زي جارتنا. معقول يا طماطم هتسمي السحلفه جانا؟ امال بس اسميها ايه؟ ممكن سلوى. سلوى؟ لا طبعا ده اسم ست. قوليلي يا طمطم، تقترحي ايه انتي؟ اختاري يا حبيبتي الاسم اللي انتي عاوزاه واحنا نسميها بيه. يو مش عارفة يا بابا، مش عارفة، انا حيرانة قوي. يا ترى اسميها ايه؟ ممكن اسميها بيردي؟ هو بيردي اسم جميل، بس ده اعتقد ان هو اسم طائر مش اسم سلحفاة خالص. طب وبعدين يا بابا، انت مش عندك اسم حلو؟ لا والله فعلا ما عنديش اي اسماء خالص دلوقتي حاليا يا طمطم في دماغي. انا كل اللي بفكر فيه اني انام شوية. طب بابا انا جعانة قوي. استني دلوقتي حبيبتي، ماما هتيجي وهتجهز لك الاكل بنفسها. طيب يا بابا انا هروح لماما اقول لها ان انا جعت قوي. لا خليكي هنا جنبي، انا نايم جنبك على الكنبة اهو، العبي مع السحلفة بتاعتك كده وفكري في اسم براحتك لحد ماما تيجي، ما تقلقيش هي جاية على طول. طب انا هروح اشوفها يا بابا، هروح اشوفها واجي. حاضر سيبيني انام بس يا طمطم. يا ماما انت فين يا ماما، انا مش لاقياكي. الله، هو مش بابا قال انها في المطبخ؟ يا ترى طبختي ايه يا ماما؟ وبعدين بقى يا ماما انت كنتي بتسيبيلي اكل هنا على الترابيزه، انا جعانه قوي يا بطني. اسكتي بقى يا بطني، انا جعانه قوي. انا هاخد الكرسي واروح اشوف ماما حاطه ايه على البوتاجاز. يا ترى طبخت لنا ايه يا ماما؟ اي 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 يا خبر يا طمطم، ايه ده؟ ايه اللي حصل يا حبيبتي؟ قومي يا ماما اتلسعت. تعالي يا حبيبتي تعالي. ايه اللي حصل يا طمطم يا حبيبتي؟ ايه اللي وقعك في الارض كده؟ في ايه مالك؟ اه يا بابا، جيت امسك الغطا بتاع الحله لقيته سخن ومولع. يا خبر ابيض، انت ايه اللي وديكي عند البوتاجاز يا حبيبتي؟ ينفع كده؟ ما ينفعش ابدا يا طمطم نروح عند البوتاجاز ونمسك الحاجات السخنه بالشكل ده. الحمد لله انها جت لحد كده، انت كان ممكن تتحرق ايدك. اه يا بابا دي حرقتني فعلا ولسعتني بتوجعني قوي يا ماما. وريني ايدك كده يا حبيبتي. يا بابا يا منى انت فين يا منى؟ رحتي فين؟ في يا جماعه مالكوا بتزعقوا ليه كده؟ مالك يا طنطم بتعيطي ليه يا حبيبتي؟ في يا عمر مالك؟ ايديا يا ماما اتلسعت. البنت راحت عند البوتاجاز يا منى ومسكت الغطا بتاع الحل، لا ينفع كده. انت كنت فين؟ كنت في الحمام يا حبيبي، انا اسفه ما خدتش بالي خالص. وريني ايديكي كده يا حبيبتي، جرى لها ايه؟ اه يا ماما شوفي ايدي يا ماما، شوفي ايدي. يا خبر يا طمطم يا خبر، ايديكي فعلا اتلسعت يا حبيبتي. اه يا ماما بتحرقني قوي. استني انا عندي في الصيدليه اللي في الحمام في مرهم وفي ميبو كمان علشان الحروق، هشوفهولك حالا يا حبيبتي واجي. خليك جنبها يا عمر. حاضر يا رب تلاقيه. اهي كده خلاص بقت تمام يا طمطوم، حطينا عليها المرهم وكمان لفيتها لك يا حبيبتي، مش هتوجعك بقى خلاص، وان شاء الله مش هتسيب اثر في دراعك. يا رب يا ماما دي بتحرقني قوي. نيجي بقى للموضوع المهم، انت ازاي تدخلي عند البوتاجاز وتمسكي الحله؟ كنت جعانه قوي يا ماما. لا انت غلطتي جامد قوي يا طنطم، احنا متفقين مع بعض ما ينفعش نقرب من الغاز ولا نقرب من البوتاجاز علشان دول حاجات خطر، كان ممكن تاذيكي حبيبتي جامد. بس انا يا ماما كنت جعانه قوي ومش لقيتك في المطبخ. لا يا طمطم يا حبيبتي انت غلطانة، ما كانش لازم ان انت تروحي عند البوتاجاز خالص، وكمان كنت تقولي لبابا وهو يعمل لك سندوتش او يحط لك الاكل يجهزه لك ويحط لك في الطبق.
انما تروحي وتمسكي الحله ازاي اتجرأتي اصلا تعملي كده يا طمطم؟ ما عدتيش تعملي كده ابدا. اسمعي الكلام يا طمطوم يا حبيبتي علشان ما تاذيش نفسك بعد كده. وبعدين بصراحه انا 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 اللي كنت غلطان يا منى، انا كنت نايم وكنت هموت وانام علشان صحي بدري، فما حسيتش بالبنت خالص لما دخلت عند البوتاجاز. على العموم حصل خير يا جماعه، حصل خير، المهم ان هي كويسه. تعالي يا حبيبتي يلا مطلعك بره. ماشي يا ماما. ماما كنت عايزه اسالك على حاجه. قولي يا طمطومه. في ايه خير؟ انا عايزه اسمي السلحفه بتاعتي. هتسميها ايه يا ترى؟ ما انا بسالك عشان تقولي لنا. بابا ما عرفش يقول لي. ما عرفش يقول لك؟ طب وانا هفيدك ازاي في حاجه زي دي يا حبيبتي؟ انا ما عنديش اسماء خالص بصراحه، مش فيش حاجه في دماغي. ممكن نسميها توتي. مش عارفه يا ماما، انا محتاره قوي. وانا كمان، حيرتيني معاكي يا طمطومه. شفتي يا سلحفتي الجميله انا اتلسعت ازاي؟ شفتي اللي حصل لي؟ اوعي تقربي من البوتاجاز انت كمان احسن تتلسعي. مفروض مفيش حد من الصغيرين خالص يقرب من البوتاجاز ولا الغاز، صح يا ماما؟ اكيد اكيد مظبوط يا حبيبه ماما، بس ما تخافيش السلحفه مش هتقرب هي ناحيه البوتاجاز خالص. يا رب يا ماما انا بخاف عليها. لا ما تخافيش يا روح ماما، ما تخافيش. تعالي يلا علشان نطلع. هسميها ايه يا ترى؟ هسميها ايه يا ماما؟ انا عندي فكره، تعالي نسال اصحابنا الحلوين. ايه رايكم يا اصحابنا يا حلوين تقترحوا علينا اسماء نسمي بيها السلحفه، وتكتبوا لنا في التعليقات كل الاسماء اللي تيجي في بالكم واللي ممكن انها تعجبكم. ايوه يا ماما، وكمان يشاركوني اني اختار اسم السلحفه بتاعتي. يلا يا اصحابي هستنى منكم كلكم تكتبولي في التعليقات اسم السلحفه هيبقى ايه. ساعدوني بقى. باي باي. باي باي يا اصحابي. حبايبي الحلوين جمهور قناه العابي، ايه رايكم اللي حب الفيديو بتاعنا يكمل معانا فيديو تاني من فيديوهاتنا المميزه؟ وما ينساش طبعا يشترك في قناتنا ويضغط على علامة الجرس. تابعوا معانا، مشاهدة ممتعة. اتخري اتخري شوية يا طمطم، انت واخدة المكان كله وانا هقع خالص على الارض. الله، توتة حبيبتي كانت نايمة جنبي. توتة اصحي بقى يا توتة. بس بقى يا طمطم سيبيني نايمة. يلا بقى يا توتة قومي عشان نلعب. انا هنام شوية كمان. يوه روح اغسل وشي بقى. فين الكرسي؟ الله الكرسي كان هنا يا ماما. يوه راح اجيبه بقى وخلاص. اغسل وشي بقى. يا سلام يا طماطم. هوبا. ماما ماما انت فين؟ تعالي يا طماطم انا هنا. الخير يا طمطومة يا حبيبتي. صباح النور يا بابا. وحشتيني يا حبيبتي، ما شفتكيش خالص امبارح. تعالي هاتي بوسة لبابا. حضرتك جيت متأخر. تعالي يا حبيبتي تعالي. هاتي بوسة كمان لبابا. الله على البوسة. بحبك قوي يا بابا. الله على البوسة الجميلة بتاعت طمطومة حبيبتي. طلعني لفوق. خلاص خلاص بقى يا طمطومة ما تتعبيش بابا، انزلي. بحبك قوي يا بابا. وانا كمان يا حبيبي بابا. انزلي بقى يا طمطومة ما تتعبيش بابا عنده شغل. يلا يا عمر علشان ما تتأخرش. ولا يهمك ولا يهمك يا منى، سيبيها تتدلع شويه، انا ما قعدتش معاها خالص امبارح. ما عدتش بشوفك خالص يا بابا. امال توتا فين؟ ما صحيتش ليه لسه يا طماطم؟ نزلني نزلني اروح اصحيها. لا صحيها بقى بعد ما انا اروح الشغل علشان ايه تقعدوا وتهيصوا براحتكم. يلا انزلي بقى يا حبيبي بابا. مش هتفطر معانا؟ لا لا مش هينفع النهارده، انا مشغول ومستعجل، خليها بكره. ماشي يا بابا. باي يا طمطومه يا حبيبتي. باي باي يا بابا، مع السلامه. يلا بقى يا طمطومه روحي صحي توتا علشان احضر لكم الفطار تفطروا سوا. حاضر ماشي يا ماما. الله، هو انت لسه نايمه يا توتا؟ انت نومك كتير قوي يا توتا. طيب
ماشي يا توتة، اروح بقى اشوف السلايم بتاعي عشان اعمل في توتة مقلب. ودي كانت لعبتنا النهاردة يا اصحابي، اتمنى ان هي تكون عجبتكم. ما تنسوش تكتبولنا في التعليقات اكتر شخصية حبيتوها وتعملولنا شير ولايك للفيديو، وما تنسوش كمان تتفرجوا على كل فيديوهاتنا اللي فاتت هتعجبكم خالص. ولكل اصحابنا اللي بيشوفونا لاول مرة ما تنسوش تضغطوا على زرار الاشتراك الاحمر اللي تحت الفيديو، وكمان تفعلوا علامة الجرس عشان يوصلكوا كل ألعابنا الجديدة اللي بنقدمها لكم كل يوم. واستنونا بكرة يا أصحابي مع لعبة جديدة وفيديو جديد من قناتكم الجميلة قناة ألعابي. باي باي يا أصحابي.